متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم في بث مباشر جديد من الاسكندريه. معكم اسماء اسماعيل. تفاصيل القبض على التيك توكر وحش الكون وبناتها. ورده بلاغ ضد المتهمه رقم 90-98-25 عرائض المكتب الفني للنائب العام. بعد تقنيه الاجراءات تم القبض على المتهمين واتخاذ الاجراءات القانونيه بشان الواقع. وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت بعض الفيديوهات المخلة بالأداب على التيك توكر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وألقت الإدارة العامة لحماية الأداب بقطاع الشرطة المتخصصة قبض على التيك توكر المعروف بوحش الكون وبناتها بالإسكندرية، وشن عدد من مستخدمي موقع التيك توك هجوما في الساعات الأخيرة على تيك توكر وحش الكون وبناتها بسبب ما نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، وعلق أحدهم قائلا: المرأة تشاهد لايف وهي تتاجر ببناتها. وكشف المستشار هشام إبراهيم المحامي بالنقد أن ارتكب هذه الأفعال تعد جرائم، منها الإتجار بالبشر والأفعال العامة الفضيحة والتحريض على الفسق، مؤكدا أن وحدة المراقبة من مكتب المستشار النيابة العامة ستتحرك فورا للاستصدار على الفور للحصول على إذن القبض عليها وبناتها. وتم القبض على التيك توكر وحش الكون وبناتها بالإسكندرية. خليني اقول لحضراتكم متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا، تفاصيل كامله حيث اتهمت وحش الكون بنشر فيديوهات ولايفات مخله بالاداب ومنافيه للاخلاق المجتمع والتحريض على الرذيله والفجور والفسق. تزامن مع ذلك قيام الاجهزه الامنيه بالقبض على التيك توكر الشهيره سهيله صاحبه حساب كائن النوتيلا بعد بث محتوى مخالف عبر حسابها الشخصي. ورد بلاغ طبعا زي ما قلت لحضراتكم ضد وحش الكون وبناتها، طبعا تم القبض عليهم واتخاذ الاجراءات القانونيه بشان الواقع. وكانت الاجهزه الامنيه قد رصدت بعض الفيديوهات المخله بالاداب على تيك توكر واساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولقد قبض الاداره العامه لحمايه الاداب بقطاع الشرطه المتخصصه القبض على التيك توكر المعروفه بوحش الكون وبناتها بالاسكندريه، واتهم المقبوض عليهم بنشر فيديوهات مخله بالاداب تخالف اخلاق المجتمع المصري والتحريض على الرذيله والفجور. وشن عدد من مستخدمي موقع التيك توك هجوما في الساعات الاخيره على التيك توكر وحش الكون وبناتها بسبب نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، وعلق أحدهم قائلا: المرأة تشاهد اللايف وهي تتاجر ببناتها. وكشف المستشار هشام إبراهيم المحامي بالنقد أن ارتكب هذه الأفعال تعد جرائم، منها الإتجار بالبشر والأفعال العامة الفاضحة والتحريض على الفسق، مؤكدا أن وحدة المراقبة من مكتب المستشار النيابة العامة ستتحرك فورا للاستصدار على الفور للحصول على إذن القبض عليهم. وبالفعل تم القبض عليهم. يعني بنتابع مع حضراتكم وبنرصد مع حضراتكم التفاصيل من الاسكندرية، حيث أن تم القبض عليهم سواء وحش الكون وبناتها بالاسكندرية. والحقيقة متابعينا الكرام إن الساعات القليلة الماضية شن هجوم كبير جدا عليهم وعلى ما يفعلوه من نشر فيديوهات تحارض على الفسق والفجور. ألقت الإدارة العامة لحماية الأداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على التيك توكر
المسمى بوحش الكون وبناتها بالاسكندريه. وكانت الاجهزه الامنيه رصدت بعض الفيديوهات المخله بالاداب العامه بشان التيك توكر والاساءه واساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كما قد تم بلاغ ضد المشكو في حقهن رقم 90-98-25 رائد المكتب الفني للنائب العام. وبعد تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة. وبالفعل تم ضبط تيك توكر وحش الكون وبناتها بالإسكندرية. حيث ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على التيك توكر وحش الكون وبناتها بالإسكندرية، ويواجه المقبوض عليهم اتهامات بنشر فيديوهات ولايفات مخلة بالآداب ومنافية للأخلاق المجتمع المصري والتحريض على الرذيلة والفجور. وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت بعض الفيديوهات المخلة بالآداب العامة بشأن التيك توكر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كما ورد بلاغ ضد المشكو في حقنا رقم 90-98-25 عرائد المكتب الفني للنائب العام. متابعينا الكرام، متابعي بوجير ميديا في كل مكان، يعني خلال الاونه الاخيره ناس كتير كانت بتتكلم وبتهاجم التيك توكر وحش الكون، وتم يعني تقديم بلاغات للنائب العام في حقهم، وتم القبض عليهم النهارده في محافظه الاسكندريه. هنتابع مع حضراتكم تفاصيل يعني على مدار الساعات القادمة وبعد التحقيقات معهم، ونشوف ماذا سيحدث فيما بعد. هنتابع ونرصد مع حضراتكم التفاصيل. بشكركم متابعينا الكرام، متابعي بوجير ميديا في كل مكان، وكنت معكم أسماء إسماعيل، وإلى اللقاء.